لطفي بوشناق أصولي بوسنية وجنسيتي تونسية. تعالوا نعرف إيه الحكاية بالظبط. في حوار مشوق مع الفنان الكبير لطفي بوشناق، كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بأصوله، وقال إن جدوده من البوسنة والهرسك لكنهم هاجروا لفترات طويلة واستقروا في دول كتيرة. لطفي أضاف كمان إنه مش بس مع الجنسية التونسية لكنه كمان عنده جنسية بوسنية مع جواز سفر بوسني، منحه ليه الرئيس السابق عزت بيغوفيتش وحضر حفلات هناك. وكمل كلامه وقال: في الاخر كلنا من نسل ادم وحواء، بكره لما تنزل في القبر ربنا مش هيسالك انت مصري ولا تونسي ولا اي حاجه، كلنا بشر. وعن مسيرته الفنيه وضح لطفي بوشناق ان اصعب شيء في الحياه هو الاستمرار في العمل، وقال: بقالي 40 سنه ما اخدتش يوم راحه، حياه الفنان صعبه بس انا ما احبش امد ايدي او اطلب مساعده من وزاره الثقافه، تفكير بعيد عني. واكد لطفي بوشناق انه هيشتغل لحد ما يفقد صوته، وقال: لازم الواحد يحترم نفسه، لو حسيت اني فقدت صوتي وبغني عشان أعيش ده ما ينفعش، أنا عايش عشان أغني وما غنيش عشان أعيش، والفرق كبير.